صديقاتي أصدقائي الكرام، الحقيقة هالحلقة من صوفر البلدة المتكية على جبال السمر والغيم والريح والنسيم العليل بالليل والجمال وطلة القمر من جبال المقبيلة. أنا عم بحكي معكم، كل هيدي بتتجمع تتشكل نوع من دعم وتشجيع على جميل التواصل معكم صديقاتي أصدقائي الكرام. الحقيقة الموضوع هذا الجزء، الحلقة بتشكل الجزء الثاني وسريع، يعني مش مثل الجزء الأول، ولكن اللي هو للفيديو اللي انعمل تحت عنوان فيروز بكل جرأة نسألك بما لديك، أفصحي بما لديك تجاه فريد. إذن فيروز بكل جرأة نسألك، أفصحي بما لديك تجاه فريد. بدي أشكر كل من ساهم بالمشاركة، كل من ساهم كتابة عبر الكومنتس، كل من ساهم بمطلق أي مشاركة بالموضوع، لأنه بيعتبر كان إيجاباً أو سلباً، اللي عجبهم الموضوع وطريقة مقاربة الموضوع، واللي كان عندهم انتقاد للمقاربة بالنسبة لي، حقيقة كلهم رفاق الرحلة، لأنه اللي بيهتم بمسيرتنا كعشاق لفن موسيقار فريد الأطرش وكل الفن الراقي، اللي بيهتم وبيناقش، هو جزء من نجاح المسيرة، لأنه ما في أروع من الفيلسوف الفرنسي المشرع الكبير مونتسكيو لما بيقول: أنا أعرف بأنك عكسي وضدي في التفكير، ولكني مستعد أن أقاتل حتى تفصح بما لديك وحتى تعطي رأيك بحرية وبسلام وبمساحات حرة عظيمة. هي الإنسانية، هي الفرح، هي العظمة بهالحياة، هي جزء من جمال هذه الدنيا. كل إنسان لما بمر حد وردي بشوفك عم تتفتح، هو إنسان منفتح على الآخر، هو إنسان متصالح مع نفسه، هو إنسان بيتقبل كل الملاحظات بدون استثناء، ومش مستعد هذا الإنسان إلا ما يقارب بمحبة وبعاطفي، وكل يغني على ليلى، لأنه كل إنسان منا حر بمن يحب، ولكن كمان حر إنه يناقش، لأنه جدلية التناقض تولد الحقيقة. من هالزاوية هاي، حقيقة بالمجمل التعليقات اللي إجت على الجزء الأول، اللي أنا بشكر هالسيل الجارف بعشرات الألوف من المشاركين، من المشجعين، من المناقشين، كلهم سواسي شركاء في نجاح هذا الشريط، هاي الحلقة. وهون كان من الضروري كمل وبطريقة سريعة جزء تاني من هذه الحلقة، ردا بكل محبة على كل الناس طار اللي قالوا، ولكن اللي ما خلى فيروز تتعاون مع فريد، رغم أغنية الحب الأولاني موجودة وأغنية أخي أنت لست في الميدان وحدك، الغنيتين حكينا عنه كتير مرة ماضي بالجزء الأول، ولكن كمان كان في الرأي اللي بيقول إنه بالذات الموسيقار محمد عبد الوهاب
بحكم علاقته المتينة بالرحابني وبحكم وجود الشاعر العظيم أحمد شوقي. أنا هون مش عارف بصراحة ما هي علاقة هذا الشاعر الكبير على مستوى الشرق كله أحمد شوقي بما نتكلم عنه، كمان بحطها على الحاشي هي، لأنه بنهاية الأمر بهمنا نوصل للأفضل، بهمنا إنه الفن الراقي هو اللي ينتصر بالأخير والحقيقة تنتصر. هون بيقولوا إنه عبد الوهاب كان له مزية خاصة ولحن لفيروز وما في حدا غيره. هيك بكل بساطة، وأنا أنا برأيي المتواضع إنه أي إنسان متابع لفيروز، متابع لسفيرتنا للنجوم، وأنا كنت قلت الجزء الأول إنه فريد وفيروز هودي نجمتين بالسماء لكل منهما بريقه وضوءه وناسه، وفي مساحات مشتركة بكثير من المعجبين بالاثنين مع بعض، كما في مساحات غير مشتركة، فريد له ناس بحبوه فقط، فيروز الناس بحبوها فقط، ونفس القصة مع الآخرين، كلهم من نجلهم ونحترمهم. والله يطول بعمر سفرتنا للنجوم اللي إلها شقفي من قلبي، شقفي من عنفواني، وشقفي من عزة نفسي كلبناني أولا وكعربي ثانيا. هاي اللي شكلت في يوم الأيام وما تزال العظيمة، لما نقول لبنان دغري بيخطر على بالنا، مثل ما بيخطر على بالنا الأرزات بتخطر على بالنا فيروز. لذلك اختصارا لكل هالمقدمة، بوعدكم رح طول، قيل انه فقط عبد الوهاب له شافية على الرحابني بحكم العلاقة الجدلية بيناتهم وحكم وجود أحمد شوقي. أنا تبيانا للحقيقة وتيكون هذا الشريط دوكومنتير، يعني يكون وثائقي، بدي أقول إنه وهنا مجبور إني أقرأ مش أتوجه مباشرة حتى ما غلبت. فيروز قدمت التالي، فيروز قدمت عفوا لحظة حتى أحط بالأرقام 29 أغنية ما لهم علاقة فيها الرحابني لحنها الآخر. حليم الرومي 4 أغاني لحن لفيروز، محمد محسن 3 أغاني، محمد عبد الوهاب 5 أغاني، زكي نصيف 9 أغاني، فيلمون وهبي 6 أغاني، نقول المني غناية، سليم الحلو أغنية واحدة. نجي للتفاصيل وبسرعة حتى مثل ما قلنا يكون وثائق، بدي أقرأهم قراءة ورحت منه. عاشق الوردي حليم الرومي، لما أقول عاشق الوردي الأغنية اسم الأغنية، والاسم الثاني هو الملحن، يا حمام حليم الرومي، أحبك مهما شوف منك حليم الرومي، جاءت معذبتي معذبتي، نحن كثير من بتمنى عجيلنا وعلى الأجيال الثانية الضم والفتح والكسرة، هيدي جزء من كرامتنا، وحفاظا على أجمل لغة في العالم اللغة العربية. لو تعلمين محمد محسن، سيد الهوى محمد محسن، سهار بعد سهار عبد الوهاب، سكن الليل عبد الوهاب، مر بي عبد الوهاب، يا جارة الوادي عبد الوهاب، خايف أقول في قلبي عبد الوهاب، يا بني أمي زكي نصيف، عدروب الهوى عدرب الهوى زكي نصيف، فوق هاتيك الروابي زكي نصيف، أهواك زكي نصيف، ناديتك يا صبي زكي نصيف، أمي الحبيبة الله أكبر والله أغني زكي نصيف، عبالي العمر فنون وهبي، يا كرم العلالي فنون وهبي. مقدر أقرأ ولي الشرف إن أقرأ، إنه هاي أشياء ما فينا نلعب فيها، أسماء طريقة واضحة. صوارة العروسة فنون وهبي، بليل وشتي الله أكبر والله أغني
فيلم الوهبي، جايب لك سلام فيلم الوهبي، يا ريت منن فيلم الوهبي، يا بايع قلبك قول المني، يا عاقد الحاجبين كتار اللي سمعوها سليم الحلو. كان شيء طبيعي كل عم نحكيهن مطلق أي إنسان في هذه الدنيا وبيشوف عدد اللي لحنوا لفيروز، شيء طبيعي نكمل هالمسيري قولها بكل فخر واعتزاز وبكل موقف عنفواني بمحبة، لأنه مزيج من العنفوان بالبعد الإيجابي للكلمة مع المحبة يوازي عظمة فيروز. كنا نتمنى هذه الليستة تنتهي بالحب الأولاني لفريد الأطرش وأخي في العروبة لست في الميدان وحدك لفريد الأطرش. هون حبيت حتى مزيد كتير وتكون الحلقة قريبة لقلبكم، حبيت قول الله يطول بعمرك سفرتنا إلى النجوم فيروز العظيمة، الله يوفقك في كل خطوة. وقديش عظيم صدرنا بنشعر بحجم هذا الكون من الفرح ومن سرور ومن سعادة في حال أقلها بمحبة. بقول أنا بعرف ظروفك وبعرف قديش صعب تمييز واحد عن الآخر، لأنه من زمان ما طلعتي لا على وسيلة إعلامية لا المرئي ولا المقروء ولا المسموع، نحن دقنا صغيرة ومنحبك ومنحترمك والله يوفقك. كيف ما تصرفتي لأن تصرفاتك هي تصرفات أروع ما يمكن في هذه الدنيا أن يكون في إنسان صبح وظهر وعشية بس الوطن، وأنت بتمثلي وطننا وأنت بتمثلينا لكلنا. لذلك سفرتنا للنجوم فيروز عظيمة بدق لك أنه بكل محبة سجلت، بكل محبة حبيت، بكل محبة عشقت اثنين لحضرتك كنت تعشقيهم فريد وأسمهان وراديو لندن، طبعا المقابلة تثبت كل ذلك. حبيت من صميم قلبي الحب الأولاني ولست وحدك اللي فريد باختصار لما بيقول لما كان عم يلحنها عم بيكون عم بيشوف فيروز القدس، القدس العتيقة، وكان يحلم بأنه بلست وحدك تكون هي أغنية القرن. لذلك ما كان في حظ أن تلتقوا، بس كتير رائع ولو نسمع شيء رائع جميل يطلع من حضرتك، ما راح تقل عليك أبداً. مهم بالنسبة لنا الفن الراقي، المستوى الراقي، وكل ما يمت للمحبة وللتواصل الجميل. ولكل الناس عندنا هون بحدود 8700 مشارك في هذه القناة وبحدود 10000 على الفيسبوك وبحدود 130,000 140,000 عبر عدة مواقع اللي شرفكم فيها. هذا الصوت يكون صوتهم لكلهم، إنه منحييكي نتمنى عليك تكون لك جزء من هالمشاركة الرائعة وتفصحين. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله يا رب، كون كانوا هالجزئين حميمين إلى قلوبكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا لكل صديقاتي وأصدقائي في كل أنحاء الدنيا بشكل عام ولعشاق الفريد العالمي بشكل خاص. شكرا جزيلا.